الحمد لله وإن كنا بيا كونسونطري في الماتش هذا ودخلنا ودي بي مليح الحمد لله بفضل المجهودات تاع اللاعبين والطاقم الفني والطاقم الاداري الفني اللي حفزنا في تطلع سهمه الحمد لله هذه لا فيكتوار راح تخلينا نخدموا اليس كل دو ماتش اللي عندنا دو سورتي واعرين بون لا فيكتوار هذه نهدو الجمهور الفني تاعنا اللي فاني ساندنا 90 دقيقه وان شاء الله ان شاء الله هذه الريزلت راح تخلينا اليس بور لا سويت تاع الشامبيون ان شاء الله بون بدي مات صعيب راح يكون مات صعيب وكذا بين دي زيكيب يلعبوا لاكسيسيون ان شاء الله الضغط راح يكون عليهم واش راح يكون علينا ان شاء الله حنا ندو تعليمات تاع المدرب ونخدموا في توت لا سيمان بيان وان شاء الله نكونوا كونسونطري بيان في الماتش هذا كون نعاودوا بوركوا با ريزلت ان شاء الله. الحاجه الاولانيه مبروك على الامل الرابعه خاصه يعني نتيجه واداء الحمد لله نظن عرفنا كيفاش نسيطروا على المقابله وعرفنا كيفاش نسيروها وكما يقولوا يعني ان كرون برافو لي جوار الانصار توجور يعني كما قال لك دعم حقيقي للفريق واللاعبين. كنا متخوفين شويه مع البدايه لان ما يخفالكش امل الاربعاء جا شويه في واحد المرحله شويه صعيبه تاع النتائج وين نقدر نقول لك شويه دخلنا الشك شويه يعني اللاعبين بحروا شويه هذيك الاراده التركيز تاعهم. اليوم يعني قلنا بلي لازم ان شاء الله تكون انطلاقه جديده مع المقابله تاع تاجنات. الحمد لله يعني ما خيبوناش الاولاد داروا مجهود نظن النتيجه يعني اهداف جميله نتيجه هنايا يعني سيطرنا على المقابله نظن الاداء كان مليح ولو يعني جوزنا شويه واحد المراحل تاع الفراغ هذا هو يعني اللاعب الجزائري دائما يطيحنا في الغرور ولكن لازم نكملوا في الصرامه هذه اليوم كما نقولوا ما نفرحوش برك المقابله هذه ولكن لازم تكون ان شاء الله استمراريه في النتائج الايجابيه باش ان شاء الله بربي ان شاء الله يعني نكملوا الهدف اللي سطرناه مع الاداره ان شاء الله. يعني واش نقول لكم وضعيه الفريق الماليه وضعيه راهي كارثيه الحق تاع ربي يعني لا دي سيفونسيون دخلوا لا اعانات لا دي زاد من عند قصدنا ناس بزاف درنا طلبات بزاف ما كاين حتى مساعده الفريق الحق وين ما ينجمش باه يدير ديبلاسمون يعني خط احمر بهذه المناسبه وبهذا بعد قلت انا صرحت من قبل قلت المقابله الاخيره تاع تاجنات المسيئين اكدوا لي قالوا لي احنا ما نجموش نزيدوا مور هذا الماتش لا حياه لمن تنادي لا سلطات ولائيه ولا دي جي اس احنا المره الاخيره هذه دخلتنا راح تدخلنا سيفونسيون تاع دي جي اس 600 مليون تقسمها مع لي سيكسيون راح تدخلنا مليار تقسمها مع لي سيكسيون ما تنساش باللي الفريق او يلعب بصفه هاوي عندنا 13 كما نقولوا احنا 13 ديسيبلين في الجمعيه يرحم بابك تاوش باه تسير الفريق وباه تكمل المشوار الفريق والفريق عنده اهداف مسطره بيوصل بها وين انا رايحين ما ناش عارفين خبطنا في حيط لهذا نشوفوا الناس اللي قادرين ماذا بهم يجوا يدوا الفريق راه فيه احسن احواله راه في البوديوم عندنا فئات صغرى عندنا اي 19 راهم كارد دي فينال كوب داجيري عندنا الاي 21 راهم كارد دي فينال كوب داجيري لي جنتي وعنا كامل في البوديوم ميم لي سينيور يعني الخدمه كاينه عندنا الفئات الصغرى نسكن من الايطريس حتى الاي 21 ثمان شهور ماشي خالصين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله غالب ما نجمناش يا مساعدة ولا الفريق راهو في يد السلطات المحلية والولائية والسلام عليكم. الحمد لله نشكر صحابي ونشكر الطاقم الفني المهم خدمنا في سمانة الحمد لله لقينا هنا في الماتش هذا جانا ساهل الحمد لله. مش أول مشاركة ثاني مشاركة في المرحلة العودة الحمد لله تأقلمت أصحابي الحمد لله عاونوني عاوني الطاقم الفني هضروا معايا فهموني الحمد لله جاتني شوية سهله الحمد لله بارابور لي زود الماتش مباراه صعيبه مي الحمد لله نسيو كيفاش نخدمو لها في لا سيمان كي توصل حنا نجيو ماتش بار ماتش و هي جا مرحبا به ان شاء الله ليكم الحمد لله على لا فيكتوار هذه اللي كنا في شحال مسحقينها باش نرجعوا للديناميكيه تاعنا تاع الفوز ان شاء الله بربي ان شاء الله لازم هذا الماتش ان شاء الله يكون علينا فيه الخير ان شاء الله الباقي المباريات اللي نفرحوا فيها الفايكينغ
ونقدموا مستوى خير من هذا ان شاء الله باش نزيدوا نقدموا في كلاسمو ونحقوا الصعود بيان سير ونفرحوا مدينه الاربعاء ككل والفايكينغ خاصه. ان شاء الله ان شاء الله يا غير حاجه تاع خدمه بالك نقولوا لي ماتش اللي فاتوا كانت علينا لا شارج باش تلعب 3 ماتش في سمانه بزاف شويه علينا، مي الحمد لله عاود ريبرينيت ان شاء الله بربي، ماشي غير بالمجهود تاعي بالمجهود تاع اصحابي اللي عاونوني بزاف، ان شاء الله بربي نزيدوا ما خير من هذا الله. ان شاء الله بربي دوك في هذه لا سيمين نخمو في المباراه مديه ونخلو نكونوا في اريحيه تامه وان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه.